الباقي حاسس لكن برافو عمرو شعبان حارس المرمى حارس مرمى ناهر عبده لكن طويلة وتخرج الكورة إلى رمي التماس رمي التماس لصالح الرجاء اتلعبت على طول لجولس خالد الشيخ تمريرة وحشة جدا لكن خالد الشيخ مقطوعة كل دي نقلات ما بتكمل سهلة لعمرو شعبان حارس مرمى الرجاء يلعبها نسيلة اللي بيلعب قدام بنات جمال وعلي حسين طبعا حضور لمير عبده بيعمل عرضية لكن ما فيش حد داخل منطقة الجزاء برافو كريم عزمر بيرجع لأحمد سعيد أحمد سعيد كان في موقف خطر لكن بيتخلص إسلام محمد أسامة بدأوا عاشور مقطوعة حذاري من الدقايق الأخيرة من أحداث الشوط الأول خميس حسني جون سيلا في اتجاه محسن مؤمن محسن محمد عادل رقم 15 محمد عادل بياخد كرته محمد عادل ليه خميس حسني جون سيلا نيمار خميس حسني تخبط فيه حكم اللقاء إبراهيم محبوب وترجع لجون سيلا جون سيلا اللي بيلعب كان أشلي لكن قاطع دفاع الرجاء كل دي كور رايحة جاية بياخد كورته جون سيلا وبيلعبها لمحمد عادل والهدف الأول الهدف الأول هنشوف لسه بدري لسه بدري قوي على اللقاء جل النادي الأولمبي بطء الاتنين مساكين سواء بلال جمال أو علي حسين من نادي الرجاء وبيلعبوا مثل في الدقيقة 3 جون سيلا اللي نزل في الشوط الثاني في الدقيقة 31 جون سيلا جون سيلا الحمدوز وحذاري من حمد ستيفان أشلي المرة دي نازل معاه بلال جمال بيقطع ليه علي أجاب لكن ماهر عبده ماهر عبده بيلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء مقطوعة من الرجاء بياخد وكل فرقة لديها الحذر لكن ممكن كرة تخلص اللقاء الأول ومن ثواني اتكلمنا وقلنا واشترك جون سيلا اللاعب الغيني رقم 6 في تشكيلة الرجاء والكابتن محمد إبراهيم اللي بيتطلع لأداء أفضل من أداء شوط اللقاء الأول جون سيلا عدوا يفوت بلال جمال مرة تانية لكن التاكلين والتشكيك الدفاعي جون بينما خالد عيب اللي هيفكر انه يعزز الهدف الثاني او يؤمن الهدف على اقل تقدير مع الخمس دقايق القادمة من عمر اللقاء لكل تدركوا هدف التعديل ولا الغزل ليه كلام تاني وكتير جون سيلا الغيني محمد حسن قادم استعارة من الاتحاد السكندري انتقالات يناير عام 74 باسم الكبير غزل المحلة بنجومه اللي اتكلمنا عنها في شوط اللقاء الأول استلام من محمد إسماعيل سيلا يجري وياخد كورته من تاني لكن بتنزل لسيلا تبقى تبديل للرجاء وتبديلين لغزل المحله بلال جمال الاستحواذ كان موجود في شوط اللقاء الاول لغزل المحله لكن كان في بطء كبير جدا وفي الوقت الحالي الاستحواذ ايضا لفريق الرجاء لكن ايضا بانتصار كبير وكبير جدا على الغريم التقليدي دمياط بثلاث اهداف مقابل الغزل واسم غزل المحله كبير محمد فتحي كره هوائيه براسيه مره ثانيه محاولة امتصاص الكورة سيلا اللي بيستلم استلام من محمد يسري على طول بياخد كورته لبلال جمال لسيلا اللي بينزل لعيب غزل المحلة واللي اكيد الكابتن خالد عيد لازم يتكلم مع لعيبته ان هي ترجع للقاء والاستحواذ زي ما شفنا في شوط اللقاء الاول اللي يصارع من اجل ان يعود سريعا الى الدوري الممتاز موجود في المركز الرابع 25 نقطة طنطا تعادل في 3 وهزم في 4 لقاءات وسجل 22 هدف في مرمى الخصوم الأخميمي اللي بيحاول انه يرجع بلعيب استلام الكرات الهوائية والأمامية دايما بتكون أقرب للمدافعين لكن سيلا اللي بيستحوذ من جديد وبيستلم وبيلعب كبير هنا في تشكيلة الرجاء
لكن حتى الآن متأخرين بهدف أمام زعيم الفلاحين غزل المحلة سيلا اللي بيلعب الطولية لبلال. أكيد النتائج دي كلها هنلاقيها مع الدكتور إيهاب الكومي وضيوفه الكرام كابتن شريف الخشاب وأيضا كابتن علاء حسب الله. في المغربي يلعب الكرة لعلي العربي يقف على كورته يلعب في نص الملعب إبراهيم جمال جون سيلا سيلا يلعب الكرة مع علي العربي مرة تانية العربي يجيها إبراهيم رخا يلعب الكرة لجون سيلا سيلا يلعب كرة للكابتن صفاء رجب عارف إن محمود المغربي مفتاح مهم لفريق الرجاء عشان كده 18 من عمر وأحداث المباراة التعادل السلبي قائم حتى الآن رغم إن المباراة في بداية الموسم ولكن مباراة بتبشر إن إحنا هنشوف موسم كروي جميل هنشوف متعة حقيقية خاصة إن المجموعة الثالثة دائما بتكون مليانة بالإثارة الصعود بيكون في الأقوى تغطية دفاعية في الكرة اللي فاتت دفاعات دمنهور خرجوا منها سالمين غانمين الكرة اللي فاتت الكلام ده هيتكلم فيه بين الشوطين كابتن خالد عيد نجمنا في الاستوديو التحليلي مع دكتور إيهاب الكومي وأيضا الكابتن اتلعبت الكرة والهجمة المرتدة رجب العربي بينية في اتجاه وحيد محسن ولكن التغطية من جوه ليس عند الله محال قلت له ايه يا اسلام قصدك ايه؟ قال لي خلاص بتمنى الصعود للدوري الممتاز وقد كان وصعد في الموسم ده العبد منهور بينما فريق الرجاء اللي عنده اليمنى يا وحيد يا وحيد لو الكرة في الزاوية الثانية هتغني يا راجل داخل الشباك الضغط على طول جون سيلا يلعب حاول ان هو يقفل منطقة وسط الملعب علي العربي دايما فريق الرجاء بنلاقيه مركز ناحية اليمين ناحية محمود المغربي وعلي العربي جون سيلا يلعب مرة ثانية بدأ فريق الرجاء كده يمسك الكرة وعاوزين يلعبوا كرات على الأرض يكسبوا بها ثقة ويدخلوا جو اللقاء لقوا ان فريق دمنهور ثقافة الفوز في أول اللقاءات يا علي كرة على طول جون سيلا يلعب الكرة اللي علي العربي إبراهيم جمال يلعب الكرة لجون سيلا جون سيلا كرافالا دايما عاوز يعدل على شماله عاوز يعدل على شماله تنزل الكرة مرة تانية مواندا مقطوع على طول محمود المغربي تنزل الكرة مرة تانية إبراهيم رخا جون سيلا سيلا الغاني اتلعبت الكرة مرة تانية من رقم أربعة سعيد أحمد لجون سيلا اللي على الملعب ده صعدوا في الدقيقة 94 زي ما قلت لكم جون سيلا يفتح اللعب الحمودة هو اللي يدي التعليمات صاحب الشعر الأبيض عيروني بالشيب وهو وقاره فيا ليتهم عيروني بما هو عاره قيمة كبيرة كان سجل قبل كده الكابتن صفاء رجب في مرمى النادي الأهلي حمودة يعلي الكورة المرة دي أحمد ناصف رقم أربعة تنزل الكورة لجون سيلا جون سيلا يرجع ورا يتمنى النفس ثلاث نقط يجيبهم من البداية كده على القمة يقول لك نضرب بقوة منذ البداية نوجه إنذار يرجع بيها لورا مرة تانية إبراهيم جمال جون سيلا سيلا يلعب الكورة لعلي العربي علي بيفتح له المغرب الشكر موصول لنجم مصر وغزل المحلة الكابتن خالد عيد وأيضا لضيفنا الجميل في لقاء اليوم الكابتن أحمد ساري وإطلالته الأولى هنا بقى رجب العربي رجب العربي وحيد محسن يلعب الكرة وعاوز يعمل على طول الهجمة المرتدة وحيد محسن ولكن الضغط من جون سيلا جون سيلا اللي كان عامل تغطية دفاعية أكثر من رائعة تنزل الكرة مرة تانية لجون سيلا الشوط الثاني بادئ حماسي كده من جانب الفريقين دمنهور دمنهور لو فاز في لقاء اليوم هيروح بقى للأولمبي النادي العريق زي ما قلت لكم بأعصابين محمود المغربي وكان قبل كده الفيومي مؤمن إبراهيم نادي الرجاء بدأ يحافظ بصوا بقى بيحافظ ازاي نقلات على الأرض كده عفوا شكر عبد الحليم الحكم الرابع تمرير الكورة الحلوة مهاب سعيد مهاب سعيد يلعب ثرو باص أمامي لكن محمد ابراهيم كده تمشي الكوره لكن مردودهم رائع جدا تمشي الكوره للاعب نادي الرجاء بيضغط لعيب طار حاجه مهمه قوي في دوري ممتاز بعد طبعا قرار لجنه المسابقات ان الهبوط مش عيب وغطي هنا للتغطيه
الثنائي العكسان مدافع الايمن سولاري اخر شويه ضغط عليه لكن حكم الساحه مدي ايه مدي استمراريه ولا مدي فاول وليد هنا عبد يلعب جميع النتائج طبعا جايه لنا اننا سلبيه على فوز المنيا تقدم المنيا وكفش مسافه واحده وما عندناش اي انتماءات رغم طبعا ان يعني لينا انتماءات الى محدث ولا حرب كابتن احمد شاكر رحمه الله عليه كابتن بابي هداف الدوري المصري درويش من المعيد الفورة والله يا جماعة يعني تذكر في موسم 78 تحديد 79 2-0 صورة فورة مش عاوز انسحاب طبعا حاجة يعني ان احنا نتكلم اسبوع الرجاء بيحاولوا فريق كبير الفريق المحترم اللي يقدروا يرجعوا في الدين استاذي ومعلمي مفيش كلام كان مش الدين ده تحديد وبدا حمود بيحاول لعيب النادي المنصورة خلال مواهب سعيد استخلص هنا لعب جون سيلا تفكير منطقي والاستراتيجيه مقنعه مفيش كلام من عاشور بيفنع كوره كبير ناحيه اليمين لما بيشتغل سلالي ومعاه مهاب سعيد بيقدروا يشوفوا كام هجومين ناحيه اليمين كبير واستمتعنا طبعا بتحليل رائع مميز عموما الشوط الثاني شوط المدربين الرجاء ما عندوش حاجه يبكي عليها عشان طبعا جماهيره وعشاقه شفتوا قد ايه الجمال وايه اللمحات اللي الواحد شافها والشاشات العملاقه اللي موجوده في كل ميادين يوسري محمد يوسري مهتمين قوي بنص الملعب سيلا بيضغط وايضا لعيب نادي المنصوره بيضغط ضغط عالي قوي وخامه ممتازه جدا حتى الان حازم شويه يلعب رامي التماس رجاء النهارده لو قدر يصحح من اوضاعه تمشي كوره عند اللاعب سيلا بداوا يقولوا الكوره بسرعه بداوا يلعبوا كوره مروه اخضر على الكمام كده اما نادي دمنهور فبالزي الازرق اثناء التدخل بقوه من محمد حموده في نص الملعب لصالح نادي الرجاء موجود جون ده بتقولي تشتيت لكن تتقطع ترجع عند بلال جمال مباراه فيها كل الاحتمالات ممكن اي فريق ثانيه ببطن رجله في العمق عند جون سيلا يفتح اللعب في المكان الفاضي ناحيه الشمال كان عندهم حماس في بدايه اللقاء وبيشجعوا نادي الرجاء طبعا زعلوا موجودين بهدف العبد منهور حلوة من صاحب 33 عام هجمة لصالح نادي الرجاء فتح الله مع حمبوزو مع درة عن الإزعاج الكرة اللي فاتت دي باين لأحمد درة مع اللاعب حمبوزو حاسس بخطورة حمبوزو بلال لمسة ولعب عن جون سيلا يرجعها لبلال مرة تانية رضوان يضغط عليه محاولة من عمار في دفعة وتقليص الفارق لنقطة وحيدة ادي متعب بيحاول يعدي من الطرف اليمين لكن يا ولد جون سيلا